مجددا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ومستمرين بالحديث عن انجازاتنا الكبيره في العالم، وفي تحديدا على بطوله اسيا للرجبي. راح يكون معنا الان بيشرفنا بالاستوديو محمد ابو سمره مدير منتخب الرجبي، وعبد الكريم عبد الحكيم المناصر عفوا لاعب بالمنتخب. اهلا وسهلا فيكم ومبارك هذا الانجاز. اهلا وسهلا فيكم. الرجبي زمان والله ما استضفناكم، حقكم علينا، بس في انجازات ما شاء الله. صرنا فترة زمان مش مشاركين بعد كورونا، يعني كانت آخر مشاركة لنا الدورة العربية بال 2019. نعم. استضفناها هون في الأردن. صحيح. تحدث عن البطولة الجديدة. اشتركنا الأسبوع الماضي، كانت في بطولة آسيا للسباعيات الرجبي. نعم. صرنا احنا من 2018 آخر مرة شاركنا فيها، فكانت هاي بداية للخطة الجديدة اللي احنا حاطينها، هي خطة 4 سنين إن شاء الله عاملينها لوصول لكأس العالم أو الأولمبيات القادمة إن شاء الله. فركزنا فيها على فريق شاب طالع من أعمار صغيرة عشان نبنيها من هناك. ممتاز. عبد الحكيم يعطيك ألف عافية، وخبرنا عن مشاركتك في البطولة كيف كانت. كانت بطولة كتير حلوة، تنافسية بشكل عالي كتير، كان بتضم 12 فريق، كل فريق يعني مجهز بأحسن طريقة ممكنة. اكتسبنا خبرات كتير عالية من هالبطولة، خصوصا انه 50-60% من لاعبين الفريق هاي اول مرة بشاركوا مثل المنتخب، وعندنا اعمار كتير صغيرة، يعني عندنا تقريبا 4-5-6 لعيبة اعمارهم بين 20-22. فهي خبرة كانت كتير منيحة وراح تساعدنا كتير لقدام البطولات القادمة ان شاء الله. بإذن الله. ان شاء الله. بالرغم من شح الامكانيات، وهذا الحديث كان موجود لعدد من الصحف عن اتحاد الرجبي، الا انه كنتوا قادرين انكم تمثلوا الاردن خير تمثيل. شو اللي صار معاكم؟ ليش شح الإمكانيات لهاي الرياضة تحديداً؟ مع أنه في دوري، في أندية مش بعدد كبير، ولكن موجودين وحاضرين. هلا هي شح الإمكانيات هي بتصفي بالإمكانيات المادية اللي تقدر نعمل تحضيرات أحسن للمنتخب بالذات. يعني بالنسبة للمنتخب تبعنا ما عمل أي تحضيرات خارجية. يعني ولا معسكر. معسكرات ما عمل، كلها كانت معسكرات داخلية. لعب المنتخب مع اللاعبين القدامى للرجبي اللي كانوا يلعبوا بمثل المنتخب قبل، عشان نحاول نجهزهم للبطولة. فما كان فيها الاحتكاك القوي معهم، انه يصير معهم الخبرة اكثر عشان نقدر نشارك فيها. هاي هي شح الامكانيات اللي عم نحكي عنها احنا. طبعا في عندك انت للرجبي في لها ملتزمات كثير، يعني في عندك الاعداد البدني مهم جدا. يعني احنا عندنا مركز خاص المدربين قاعدين بيشتغلوا عليها، فاشتغلنا على الشباب قد ما بنقدر بفترة وجيزة قليلة. فاحنا هلا حطينا الخطة هاي عشان نشتغل مع الشباب بهاي الفترة كاملة، نحاول نطورهم قد ما بنقدر بالامكانيات الهاي. طبعاً. كل ما بتحسن الامكانيات طبعا بتصير امورنا اقوى بالموضوع 100%. وهون خلينا نحكي معك كابتن عبد الحكيم، مع انه حضرتك برضه مشارك بهاي البطوله، كيف كانت الاجواء بينكم وانتم عم تجهزوا قبل المشاركه بالبطوله؟ والكابتن حكى انه محليا ما طلعتوا برا اي معسكر. كانت تجهيزات منيحه، يعني بلشنا تدريب قبل 4 شهور من البطوله، كنا نتمرن 3-4 أيام بالاسبوع، وكنا نروح كفريق واحد على الجيم باشراف المدرب والرئيس ومدير المنتخب. فكان تحضيرات ممتازة، بس زي ما حكى المدير محمد أبو سمرة، كنا نتمنى يكون في دعم أكتر، ويكون في معسكرات خارجية، ونحتك مع لعيبة برا قبل البطولة، كان رح يفيدنا أكتر، إنه إحنا لعبنا دوري داخلي الأردن مع لعيبة قدامة، فلو كان في معسكر خارجي كان رح يكون فينا أكتر وأكتر. يعني قطع التناغم بين اللاعبين، يفهموا بعض على أرضية الملعب، هذا كله بيأثر، والمعسكرات هي أساس هذا الشيء. هي أكيد بالضبط، هي هاي هي هدف المعسكرات، عشان يصير التناغم بين اللاعبين، لأن اللاعبين هنا بيجوا من الأندية كاملة. صح، وكل واحد له طريقته وله مدرسته باللعب. بالضبط، كل شكل، فبدهم عبين ما يتأقلموا على تفكير كمان المدرب، لأنه إحنا طبعاً المدرب عندنا الجديد محلي، جبنا المدرب المحلي، نعتمد على كادر محلي كامل، فبدها وقت أكثر، بدها تطبيق الخطط تمشي، فلازم يصير عندنا لأشياء خارجية أكثر طبعاً. وهل عم تحضروا هلأ لاستحقاقات قادمة كابتن محمد؟ هلا حيصير عندنا الدوري. نعم. بالنسبه لهدول بعد الدوري في البطوله العربيه بشهر 2 السنه الجاي. فهينا نبلش فيها تحضيرات، نكمل التحضيرات تبعتنا عشان ان شاء الله السنه الجاي باسيا يكونوا شويه اقوى، يكون الموضوع.
إن شاء الله. عبد الحكيم نحكي أكثر، يعني إحنا اليوم عم نحكي عن انتشارية لعبة الركبي، هي لعبة جماعية ولكن مش بانتشارية باقي الألعاب الجماعية، كيف شايفينها مع هالسنين؟ يعني صار في تسليط إعلام صراحة ضوء على يعني عليها صراحة، يعني عليها عن قبل صار كثير انتصرت أحسن من قبل كثير، خصوصا إنه الجيل الجديد عم بيدخل عم بيحكي لأصحابه عم بيعمل على السوشيال ميديا، عم بتحسها زي كلت صفت ما بين الشباب، بس عم تنتشر اكثر واكثر من قبل. يعني هلا بس تيجي تحضر الجيمات والمباريات عم تشوف في جمهور اكثر من قبل، صحيح عم تنتشر هلا احسن احسن بس ببطء، فبدنا لسه نشتغل هاي الشغله احسن. وهذا الشيء شو بيعمل معكم لما تشوف الجمهور عندك؟ صراحة يعني بيعطينا ثقه بحالنا، ولا شيء بيعطينا انه بدنا نصير يعني نصير نجيب لعيبه اكثر ونلعب، لانه اللعبه ما حتكبر الا اذا فتحوا انديه جديده بالبلد وصار في لعيبه اكبر. يعني صحيح صحيح. كابتن محمد، من هون خلينا نحكي مع حضرتك على ايش ممكن يكون في طرق للترويج للرياضه اكثر وتحبيب الناس فيها اكثر، وتحديدا فئه الشباب اللي بيحبوها بس ما بيعرفوا تفاصيل عن الرياضه. هلا طبعا اللي بيحب يستفسر عن اللعبه في بيقدر في الانديه كلها يدخل عليها. هلا في تخوف انه اللعبه شوي عنيفه، صحيح بتصفي. هلا هي عنيفه بس مش العنف الكل بتصوره، في رولز في قواعد بالاخر، في قواعد كثيره بتحمي اللاعب من الاصابات الكل بتهيئها انه اوكي هي مخابطه بس مش اللي مخابطه اللي مش ضرب يا مش جماعه مش ضرب مخابطه بس مش ضرب. هلا احنا حاطين نعمل خطه الادخال الرجبي التاج اللي هي عباره عن حزام بتكون لابسه عليك بتسحب شريط منه بدل التاكل، نعم عشان نورج ايش هي اللعبه بالضبط. بنحاول ندخل فيها اكثر على المدارس على الشركات لقدام على الانديه اذا بزبط ندخلها هاي، فعشان يعرفوا شيء هي قوانين الرجبي ويعرفوا ايش هي الرجبي بالضبط. ممتاز. واي حد حابب يدخل يتعمق بزياده بيقدر طبعا بالانديه يدخل للفول كونتاكت بتصفي. استعدادكم للدوري عبد الحكيم احكي لنا اكثر. زي ما حكيت لك الدوري هاد يعني هلا احنا في 12 لاعب اللي شاركوا برا، هلا رجعوا جديد. بهاي الفتره احنا كنا نلعب برا كانوا باقي الانديه عم تتدرب وعم تستعد، فهلا بس بصفي انه كل لاعب اللي سافروا بده يختلط مع النادي تبعه ويلعب يعني يستعد لهي البطوله، لانه احنا ال 12 لاعب يعني جاهزين صار لنا فتره طويله نتدرب، وهم كمان الثلاث انديه اللي عندنا ما قطعوا تدريب فكله مفروض جاهز للبطوله اللي بعد كله موجود وحاضر ان شاء الله. بس كان في اما بفتره من الفترات كابتن محمد زي رجبي مختلط او الرجبي اللي هي التاج رجبي بتصفي اللي هي نفسها التاج بنات وشباب بيلعبوها بنفس بالضبط، هاي فيش فيها يعني فيش فيها كونتاكت فيش فيها احتكاك اللي ما فيها. لا الاحتكاك اللي هو بتسحب الشريط من اللاعب هي بتعرف انك لمستيه فبوقف وقتها بيمشي الطابه، هاي هي المختلط بنحكي عنه. اما اختلاط لا ما في، فهي فيها اكثر امان خلينا نحكي عشان ما يكون في تفاوت في القدرات البدنيه، هي اكثر امان هاي طبعا لانه فيش فيها اي نوع احتكاك. نعم. هي مسليه زي فن اكتيفيتيز بتصفي تنعمل فيه لها بطولات خارجيه كمان. نعم. اللي فهي بتصفي الليفل الاولاني من الرجبي فانت بتحبب الناس فيه وبعدين بيفوتوا على الرجبي بالضبط. الكونسبت تبعها اذا حبيته بتمشي وانت بتحب اللعبه ممكن تتحمس اكثر وتدخل عليها. صحيح. بس هي لازم ننشر اكثر احنا ثقافه الرجبي ايش هي بالضبط اللعبه، نحاول نبعد انها هي المخابطه المباكسه. تمرينات عبد الحكيم شو لازم تكون بس بوكسينج وقصص ولا لا؟ دائما تكون جاهز بدنيا والفتنس يكون تبعك عالي هو هذا اهم شيء يعني. بس مش بوكسينج لا ما لهزه مش مباطحه ولا شيء. لا لازم مره ما نيجي وعن جد نفرجي بالضبط شو القوانين وشو اللعبه بالتنسيق مع كابتن، عشان هيك يعني عن جد نوضح للناس انه لا لازم تفهموا قوانينها لانه فعلا مسليه بتصفي لما الواحد يركز مع قانون اللعبه. هي الواحد لما يلعبها لسه بتفرق كثير، يعني لما تشوفيها انت اوكي بتكون بتفرق، لما تلعبيها بتجذبك بطريقه غريبه بتصفي خلص ادمان الموضوع عليهم. قريبا التقرير جاي عندهم قريبا خلص نعمل التيم تبع الاستوديو نلعبكم ضد فريق ثاني تيم التلفزيون او القناه الرياضيه مع وحنفوز حنفوز يعني شاطرين احنا بهالقصص. كل الشكر لكم نورتونا، اهلا وسهلا فيكم، بنحب دائما نكون على تواصل معكم بكل الاخبار. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.